السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ جيت نشارك معكم اليوم الغداوه ديالي اللي غندير ان شاء الله على بركه الله. غندير ان شاء الله غندير الحوت في الفران. مع عندي انا جوج حوتات صغار هنا انتما كتشوفوا. هذا مقادير كالتالي: عندي مليحه، شويه البزار، شويه السكنجبير، شويه الزعتر، شويه العطريه مخلطه ديال الحوت، شويه الثومه، شويه قزبر ومعدنوس، شويه الحامض، زيت العود طبعا، وشويه الزبده. هنا بالنسبه باش غادي نصايب داك لاصوص بشاميل، باش غادي حيت غنديرها الحوت غنديرو ان شاء الله بلاصوص البيضاء بشاميل والشامبينيون. والمقادير اللي غندير فيها سميتو هما هادو، يعني زيت العود والزبده اللي غنحتاجو، بصيله، شامبينيون، كروفيت، المهم الفرماج، شويه الطحين. المهم راكم عارف الطريقه باش كنصايبو البشاميل. وهذا لاصوص المحار، هي اختياري، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ماشي مشكل. على بركه الله نبداو الشرموله ديالنا اللي هي كالتالي: ديروا شويه الزعتر، شويه العطريه ديال الحوت مخلطه هنايا، كتعجبني انا كندير صراحه كتعطي واحد النكهه زوينه. غنخبي كلشي ونتهنى ثم غندير غير شويه ونخلي شويه ان شاء الله سميتو. القزبر عندي هنا مكونجلي، نص حامضة معصرة هنايا، شوية زيت العود، نصيبو الشرمولة ديالنا على بركة الله. كتعرفوني أنا كيعجبني نخلط بكلشي بيديا، ما عرفت كنحس بالراحة. كنقول ما كنخلط بالفرشيط والمعلقة وداكشي، ما كنحسش براسي بلي متمكنة من الشرمولة كما ينبغي. على بركة الله نشربو الكتا ديالنا. يا صراحة هاد الحوت خصني كان عليا نقطعهم صراحة من الظهر، ولكن أنا ما النهار اللي جبتو ما قطعتهمش. الحوته كنديرو في هاد البابي سميتو مع بابي الومنيوم، وكندخلوها الفران تقريبا واحد 10 دقائق 15 دقيقه، وكنجبدوها وعلى ما كنوجدو لاصوص ديالنا. كملوا لاصوص ديالنا، هنا هو لاصوص بشاميل ديالي، هو كيوجد معايا دابا كيوجد معانا. نخليه كنحركو مره مره، ندير شويه زيت العود، دير شويه ديال الزبده، ندير شويه ديك البزار مشلضة، حيت كنت على كنخليو البصله هنا شويه على ما كتهبط. كنزيد عليها شويه الثومه، شويه المعدنوس، شويه البزار، شويه الملحه، ها البصله ديالنا من بعد ما تعسلات. انا كيعجبني صراحه نعسلها مزيان هنايا هكا هكا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معنا. وكنزيد الكروفيت ديالي، كنزيد الشامبينيون،
ثم راكم عارفين هاد لي كروفيت ولا لي شامبينيو ما كيبغوش هما طياب بزاف، غير شويه د الصهد كيضربهم شويه د الصهد صافي وكنطفيو عليهم. المهم كنزيد واحد المعلقه ديال هاد لاصوص المحار حيت ما زدتهاش قبيله، كنزيد لاصوص كنزيد البشاميل ديالنا حتى هي راه بنتي حدايا كتغوت قالت لي بركه عليا من التصوير بغيت نتغدى كيفاش كنزرب وكندير الفرماج. باش كتجي لاصوص ديالنا معلكه ما شاء الله. صافي وكنطفيو عليها وكنجبدو الحوته ديالنا من الفران وكنخيو عليها هاد لاصوص. ودابا نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ان شاء الله. يعني الحوته خوينا جبتهم من الفران حيتهم من البابي حطيتهم فهاد الطبق وخويت عليهم لاصوص ديالنا وهانتوما معنا بالصحه والراحه. شكرا.